عامر، أختي مها شو عندها داقة هالحزة؟ هلا عامر، تعال بسرعة. طيب شوي شوي، خليني أفهم وش فيه سنتي؟ في صوت أسد عندنا في البيت. أوف، أسد؟ إيه، وشكله عندنا في الحوش. أقول شكل اسمه واصلة وفصل مخس. لا، بتجي ولا أعلم أبوي؟ أصحي من النوم ترى. لا تصحين أبوي، سلامات. خلاص أنا حول البيت، الحين بجي بتفاهم مع الأسد وأشوف ليش مداهم بيتنا. أسمعي، سوي لي ساندوش بيض بالجبن، شطة خفيف، أوكي؟ يوه، طيب خلاص، بس تعال بسرعة. دقايق وأنا عندك. سلام. أسد أسد أسد، هذه العيون الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اطنخ القطو ومطلعين كسل. هاي جاك دي لارو ريبورتينج فور ديوتي. ماني فاكين بين اتي فاكين لومر انوشو في عشان ما فلات بيتك. اجل اسد ها مسوي زحمه وبالاخير طلع قطو. وش من قطو؟ اقول لك اسد. قطو توني شايفه بالحوش، تستهبلين انت؟ روحي نام يلا. ما ابي خايفه، ابي اجلس معك. تجلسين؟ اي خلاص، حط لك روتانا سينما تشوفين فيلم الاسد. هاي اجل اسد ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحين تجي أحلى نومة. خير خير شيك؟ يبا في صوت أسد ببيتنا. حمولت، ما أنت بصاحي؟ صوت أسد ببيتنا؟ أكيد إنك تحلم. إي والله يبا في أسد. أقول تراكم تحلمون، يلا بس يلا يلا نروح ناموا. يبا أقول لك صوت أسد ببيتنا تقول روح ناموا. إي والله صوت أسد. عجيب والله. طيب طيب خير ان شاء الله خير. ودي اقول الخير بوجهك بس ما يمديها الزبده. وش وضع الصوت اللي طالع من بيتكم؟ اي صوت ان شاء الله. اي صوت؟ الصوت اللي ما خلانا ننام طول الليل. وانت جاي عشان الصوت؟ ايه اجل عشان وجهك. لا يا شيخ، وجاي تنكت بعد عندي هنا. اقول توكل توكل على الله. جدك عن توكل على الله. يلا انقلع فارق يلا. لا فتستعي. إيه بالاستراحة أنتم بالاستراحة صح؟ إيه طيب تغدى غدا أعملوا حسابي على الغدا. طيب لحظة لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا باي باي. مو بوقته مو بوقته. Thank you.
يلا بسرعة جلدي، يلا بسرعة، يلا يا صديقي يلا. يلا يا صديقي يلا بسرعة جلدي جلدي يلا. اخلص يلا يلا قدام قدام ودي قدام. أخوي وينك تأخرت؟ إذا مداك جيب معك بارد. ما عندي جايبي شيء، ما عندي ولا ريال. يا أخوي طول عمرك مطفر. يلا يلا مع السلامة. وين الأسلس؟ يا ليلى دانا يا والله يا عيال ما ادري كيف ينام عامر في بيتهم وجاره حط اسد. يا رجال ما عنده سالفه ذا الجار، اليوم قابلني وقال لي تكفى، تكفى يا عامر ابيك تاخذ الاسد وترجع على الشبك. قلت له تامر امر، المهم وانا اجيك اطمر فوق الغاز واطلع فوق جدار بيتنا واطلع على الحوش كذا والقى الاسد يمشي. المهم اقول لك يوم جاني قرب من عندي وانا اطمر فوق ظهره وانا اللي امسك معذانيه واسوق سوق الحمير وادخله بالشبك وسكر الباب وجارنا فاق خشته مثلكم تماما. لا يكون انتم مصدقيني اسد هذا وانا بس جبت طاري عاد شلون لو شفتوه على الحقيقه. وش السالفه يا با الله الباشا يا ولد وين راح الاسد؟ تارك اسد في الشوارع بغى ينهي حياتي. هد يا الجار هد يا رجال هد. اي هد اسد قاعد يفلم في العالم في الشوارع. وين ذي وين شفته؟ تكفى يا الجار رحم الله والديك ان شفته صده. لا يا شيخ حمامه هو عشان اصيده. انصده بعطيك 20,000 ريال. 20,000 20,000؟ ايه وكاش بعد. اجل اعتبره عندك بالشب. كفو والله. اقولكم يا شباب ايش فيكم انتم مصدقيني يقولكم ما شفت الا في المرايه كذا عينه في عيني يا جماعه الخير وكعسنا طيح الميانه طق الحزام ورا. لا والله ما قال لك لو سمحت قدم نمرته بشوي رجوع عورته؟ كان نبهتنا مو تخليه يدخل علينا كذا بالاستراحه. غلطان يعني انا؟ لا اكذب صح؟ كذاب. شف يا عيال توني مقابل راعي الاسد يقول اللي يلقى الاسد له 20,000 ريال. يا شباب 20,000 مبلغ مغري والله. بس كيف بنصيده ترى اسد؟ عشان كذا انا جيتكم نبي نفكر بطريقه كيف نصيده. انا عندي خطه نسوي لكم مين ونرمي على الشبك ونصيده. هيا خذ لك يا ابوي الفقي يا ابويا شبك ايه سمك امور هو ده اسد. انا اشوف انه نحط كفته للاسد طعم. ايه بس يا عيال لو حطينا كفته للاسد طعم بياكل الاسد ويتسمم. فكروا زين عيال فكروا زين. انا بجيبه بسنوبي اذا مر من عندي بقول له بس بس مياو بس بس مياو بس وبمسكه. دام الدعوه فيها بس بس مياو اجل اقطعوها ما اعرفكم كل واحد يصيده بطريقته. مع السلامه. وراها وراها حبيبي فاهم النظام ولا اقول لك؟ فاهم ما تحتاج تقول. ايه ابو شباب من انت شوكوش ولا مين هات الكوره؟ اعرف هالحركات هذه تلبس قناع وتخوف انها مسوي ملك الغابه. ابو صلى على النبي بسوي لي فيلم وثائقي هنا وما ادري ايه اسمع فريقي ناقصه حارس ومهزومين تيجي تكمل جميلك معانا؟ انت اسد حقيقي انت اللي جيبوه في التلفزيون ولا ايش انت؟
صارت شباب أسد 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 جاء قوم ما أسرده أسد حارتنا أقول الكرة بس يا أبو كرة مين ملك الغابة هنا أسرد ايه حركات ذيك يمين ما تمشي ولا خايف نجيب السادس نخليك مسخره قدام العالم يا ابوي مالك مصدق تعال شوف بام عينيك بام عينيك تعال شوف يلا نشوف الهزه حقك هذا وين يلا مشينا مشينا اسد في حركه تعال تعال وين هنا هنا تعال وين الاسد يلا هذه الكوره وين الاسد ما كان في اسد والله كان في اسد كان في اسد انا متاكد يا اخي يمكن راح الحمام ولا شيء يا اخي تعال تعال راح جيب الكوره الله لا يهينك وخذها ولحقني الملعب يلا قال ايش اسد راح جيب الكوره بس ولحقني الملعب ويا انا متاكد انه اسد ولا هو بسه ولا انا في مخي في شيء صح صح الله يعطيك العافيه ابو علي بس ترى مزودين الزيت حموضه شويه خاف الله يسعدك يا سلام مساء الخير يا شباب حنا في ابو فيه في الرياض وجانا اسد والله العظيم شكل مروع والله انا صادق في اسد والله شكل يروع والله شعره طويل وعيونه ما ادري كيف جاي علينا شوف 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 اسمعني انت واخوانك اياني وياكم تطلعون من البيت حتى الحوش بعد لا تجونه في اسد من حاجه في الحاره والمدرسه يا بابا اقول له اسد يقول لي مدرسه هالاسبوع ذا غياب كله ما في طلعه من البيت يعني اجازه هي اجازه ابو شكوش بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز يا واد ايش طلعك في الشارع اخر الليل انت ما انت عارف الحاره انه فيها اسد والله يا عمي انا ادري بس اني قاعد في البيت طفشان قلت اجي اتسلى انا وشكوش شويه طيب اقول لك دحين انا افتح لك الباب وخليكم جوا انت وشكوش اصحى لا تطلعوا ترى في الحاره فيها اسد يلا روح الله يصلحك ابشر ابشر يا عمي أباك تعترف بحاجة أعترف في إيش أنا مستعد أعترف لك بأي حاجة يا حضرة الأسد أباك تعترف إنه جدة كده أهلي وبحر جدة كده أهلي وبحر جدة كده أهلي وبحر مجانين 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 جمهور الأهلي كمل مجانين 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 كمل مجانين مجانين جمهور الأهلي بحب وجانين ولا كمل مجانين مجانين جمهور الأهلي بحب وجانين ايش مول ولد دات هبل حول اهلاوي وطحلبي يا ابوي احنا من عائله اتحاديه صميم انا اوريك كمل كمل ولد ايش وشك ايش قاعد يصارخ ما ادري عمي صيبه مبسوطه عمي اه يا ريم ما ليه يقولوا اسد في الحاره ما فيها شيء اسد اه وطلعت انت الاسد يا قليل لا شوف لازم تحرق
خلي ما تستجع أدبك. هلا بالجار، ابشرك صدت الاسد حقك وحطيته بغرفتي لين تجي تاخذه. هذه مكافأة أهل البطل عامر ب20,000 ريال. انك قد كلمتك وجبت راس الاسد. استاهل. لا داعي.